كثرة الحروب هي ترى من بعد الحسين عليه السلام وبعد أمير المؤمنين ما هدأت الحروب، حروب يوم عن يوم تكثر. عالميا حدثت الحرب العالمية الثانية، أكثر من 70 مليون راح بها، ليش يقولون زين؟ وشوف السلاح اللي صار وشوف الأمور، بحيث أنه شوف هذه واقعة هيروشيما اللي صارت، يقولون وجبة واحدة من الهجوم اللي صار على العراق في الليلة الواحدة يعادل 24 إلى أكثر من 30 ضعف مما صار على هيروشيما، على وجبة واحدة وليلة واحدة على العراق لما كان. الله يعين، الله يعين. كثرة ظلم الظالمين الإنسان، وهذا ظلم الظالمين ترى مو بس هنا، منذ زمن قديم ظلم الظالمين يكثر، لكن في زماننا هذا شوف انت تعال تشيل الرؤوس وانا حاجيها كم مرة في المجالس، بتر الرؤوس في الإسلام أصلا مو بس ممنوع لأنه يعد من التمثيل. الإمام أمير المؤمنين شفتك بالحرب، نعم واحد يضرب يجي ياخذ الجائزة أو شيء، لكنما الميت يصير فيه كذا ما صنعها إلا معاوية، وهي ما كانت من سننها، بل إنما كانت لبعض الأقوام مثل الروم وغيرهم لما كانوا يحاربون وما كانت لا صور لا شيء، يجيبون رأس القتيل حتى أهله يأخذون عليه فلوس ويأخذون عليه معيشته. شايف ذاك الكوفي لما هاجم على مخيم الحسين ويضرب بنت الحسين ويبكي، قال لها تضربني وتبكي؟ قال لها ولم لا أبكي وأنا أضرب بنت رسول الله؟ إذا تعرفني لما تسلبني؟ قال إن لم أسلبك أنا، إذا أنا ما أسوي شيء أتي غيري يسلبك. هذا المنطق الإباحة اللي عندهم بالظلم. يقول لك في آخر الزمن الإمام الصادق عليه السلام يقول أيها الشباب، أيتها الهيئات، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، أيها الحاضرون، الإمام الصادق يقول آخر زمانكم الشيء اللي يصير فيه باب الظلم. انتبهوا، الظلم مو معناه أنه والله داعش حملت بس على العراق، لا، أنت شو أنت وأهلك شو تسوي؟ يا هم منا راضي عنا أهل، يا هم منا راضي عنا أمه، أبوه، أخوه، مرته، زوجها، ابنها، بناتها، هاي المشاكل اللي جاهدين عيشها أنت ممكن ما سامعين، سامعين البلاءات بابا احنا، بلاءات عجيبة غريبة، جاي مو مظالم؟ هذا مو ظلم؟ ليش كل هذا؟ الإمام الصادق سلام يقول وهذا الابتعاد عن الدين، إذا جاءكم من غيركم فتحصنوا بولايتنا، ولايتنا حصن، تعطيكم الصبر، زين. الانهيار الاجتماعي سواء بالحالة الأخلاقية، بالحالة المادية، بالحالة الاجتماعية العائلية، شوف يعني بعض الأحيان احنا اثنين نجي لعند الحسين لكن اثنين اثنين واحد ما يطيق واحد، واحد ما يحب واحد، واحد ما ينصر واحد، واحد ما يقوم ويا واحد، نزعل بعض الأحيان، شوفنا بالمجالس واحد شلون هذه مشاكل. لكن الإمام سلام الله عليه يقول الانهيار الذي يأتي على الإنسان أنه الأخ لا يقيم لأخيه وزنا، البيت ما واحد يقوم بالواجب، الأمور يبتعد عنها الإنسان، زين. غربة الإسلام من المسلمين، هذا الروايات شوف شلون قسموها نوع من العلماء، هيك يقول لك إذا تريد تشوف أنت بيا زمان شوف هاي الحالات إذا عندك، هاي عن الإمام الصادق عليه السلام. غربة الإسلام حتى من المسلمين، حتى بين المسلمين، الإسلام غريب. شنو هو الإسلام؟ وولايتنا وهم أهل البيت عليهم السلام، يعني أنت كل لما تجي تكون شخصيتك ووضعك، زين. من جملة الأشياء اللي يذكرها، وهذا اللي ممكن إذا كان مجال يقول ظهور الدجال، لما تجي لعند ظهور الدجال أكو بحث عليه بالروايات عجيب غريب،
يطول حول الدجال بروايات عجيبة وغريبة، سواء في أوصافه، في حركاته، في زمانه، في سكناته، في كل شيء. مثلا يقول لك بالثانية الواحدة، باللحظة الواحدة يطوي بمشيه ميلا، ببضع دقائق يرفع الجبال من طريقه، يصل إلى تخوم الأرض، بالساعة الواحدة يمشي ويدور أو أقل من ساعة يدور حول الأرض. من أسباب اللي يسويها لعد الإنسان الفقر، الحاجة، الفاقة. هذا دور، وهذا به تقريبا فوق 30 صفة يذكروها له الإمام الصادق، يذكرها ويحذر على أنه، لأنه الصادق على الإمام الصادق سلام الله عليه، وما يجي لعد حاله وخلص. تعال شوف لما يأتي لأوصافه يقول له عين واحدة. لما يقول له عين واحدة العلماء يأخذون شوية تأهب، يقول لك هو رجل عنده عين واحدة ولا فكرة؟ هل أنه مخلوق هو؟ يقول لا، اليوم يشير إلى هاي الميديا، إلى الكاميرا عنده عين واحدة، إلى التلفزيون عنده عين واحدة، إلى الإنترنت إذا فيك تستفيد عنده عين واحدة، هذا هو ممكن؟ شوف وين يحطك بخانات من التفكير الإمام سلام الله عليه. زين، يقول هذا اللي عنده عين واحدة مهمته أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا، مهمته تجويع الناس. لهذا يقول لك بالعراق فقط من مما يكون في العراق في جوف أراضيه أكثر من 120 تريليون بس من مخازن ومما يوجد في أرض العراق من النفط. وين هذا؟ وين؟ طيني منه شيء، الفقر ما كل أكل، وين هاي الأشياء؟ زين، تأتي إلى أفغانستان، يقول أفغانستان قادرة من أراضيها تمون المجتمع الإنساني بالغاز، بس طلع لي واحد عنده مثل ما يقول شعلة غاز، أنبوب غاز، وين؟ ممنوع، ممنوع. ليش؟ لأنه في إسلام. العراق ليش هكذا يصنع فيه؟ لأنه لهذا التفكير بابا اللي احنا نفكر. زين، انا لما اسمع هاي الروايات زين شو اسوي؟ سوي هواي تقدر تسوي. وين دراستك؟ وين تخصصك؟ وين مشيتك؟ لما تجي هنا وتسمع الندوة او تسوي ندوة، شو اللي اخذته للامام الصادق؟ قبل كم يوم كانت عندكم ندوة البقيع، ما الذي اخذناه من البقيع؟ اي شيء سوينا لعد البقيع؟ زين، لطمنا هنا، حررنا البقيع، كتبنا على البقيع مقالة، مقولة، سوينا لنا تلفزيون سيار، سوينا لنا شيء على الانترنت لكي ننضب احنا اللي فارطين نجيبهم، وين وضعنا؟ هذا الإمام الصادق عليه السلام لما نأتي إليه ما خلى واحد كان يبعث إلى مواليه في بعض المدن ويقول ارجعوا إلى حمران، ارجعوا إلى زرارة، ارجعوا إلى جابر بن حيان، طالبهم كل واحد منهم كون يكون مدرسة وصاروا مدارس. إحنا هنا كبلد مهجر وكخدم للحسين عليه السلام، ما الذي استفدنا منه؟ كم رادو طلعنا؟ كم معمم طلعنا؟ كم مهندس طلعنا؟ كم دكتور وطبيب طلعنا؟ شلون شدينا زين وعضينا على النواذج على أنه لا كون نبلغ هذه الدرجة ونوصل، وإحنا محاطين هاي الحيطة اللي تكون علينا حيطة عجيبة غريبة. تعال لعد الإمام الصادق عليه السلام وشوف البرنامج العلمي، البرنامج الاقتصادي، البرامج الاجتماعية، البرامج الأخلاقية، البرامج التي يستفاد منها اليوم في كل مكان. وشخصيته هو لما تجي ما اجى واحد ورد قال له انت ما تفيد وانت ما تنفع، لا، تعال لعد عنوان البصري، عمره 97 سنة، قال له علمني، قصة طويلة على ذلك، رواية مالته تدرس في الحوزة للمعاني اللي بيها
بالسنين، رواية هي واحدة. يقول له أريد أن أكون عبد، ما حقيقة العبودية؟ بس قل لي بها. يقول له إذا كنت أنت تعرف أنك عبد فاعلم أن العبد هو ما في يده لمولاه. ما أريد أدخل هذا الباب. زين، يأكد عليه من بعد ما يهون عليه الأمر بثلاث كلمات، يقول له شلون أبدأ؟ يقول له ابدأ من أكلك وشربك وفكرك ووضعك بالنسبة لعد علمائك. أوصيك ثلاثا في ثلاث، في نفسك، في الحلم، في العلم، ويشرحن له. زين، فلما نأتي إلى دور الإمام سلام الله عليه، أطول عمر بين الـ14 معصوم من 65 إلى 68 سنة عمر الإمام سلام الله عليه. عاش في زمن 10 من الأمويين، من 35 إلى 38 سنة إمام تطولت، اللي قليل عندنا من هذا الباب إلا جده الإمام زين العابدين عليه السلام والإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الفاصل اللي أخذوه. زين، فالإمام الصادق سلام الله عليه لما نأتي إليه تراه يمدحه حتى المعاند، وحتى لما تجي لعد القتل ماله، ترى احنا ما ندري حتى قتل أئمتنا ما نعرف، لكن اليوم واحد صار عنده سؤال على أنه شلون الإمام يقول أولدني أبو بكر مرتين؟ قلت شو يقول يعني؟ وين الغلط؟ لأنه هو ابن فاطمة، أم اسمها فاطمة، تكنى بأم فروة، مو هيك مولانا؟ زين، هذه بنت من؟ بنت القاسم. ابن من القاسم؟ ابن محمد بن أبي بكر. زين، أم القاسم بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فهو من الطرفين، من الأمومة ومن الأبوة، يتصل بأبي بكر. وهذا الباب ايش صار عنده؟ صار عنده فاطمة التي تكنى بأم فاطمة، أولدني مرتين، يعني هم من جهة يعني أم الجدين، الأب والأم اللي عندها من جدين، والجدين أبناء أبي بكر. لكن هل هي كانت بكرية مثلا والعياذ بالله؟ أخو كانت محبة، كانت من العالمات، كانت من الفاهمات. زين، وكانت من المسيطرات على كثير من العلوم. شوف أبوها ياهو، وشوف جدها الأول ياهو، محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر شوف معاتبات العد معاوية شكفر. لهذا لما نأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام، صارت عنده فترة بين الأمويين وبين العباسيين، فترة عجيبة غريبة هاي الفترة عم كانت، من جملة هاي الأشياء اللي كانت في زمنه. فإجوا لمجموعة من أصحابه ثروة نحن معك، وجاء لواحد قال له مولانا ليش ما تقوم، ليش ما تثور كجدك الحسين؟ قال له ما عندنا أحد إحنا. قال له لا أنا عندي. قال له كم؟ قال له 100,000. قال له 100,000 عندك أنت جيش؟ ما هي مشكلتنا حتى إحنا هسه، ليش الإمام الحجة ما يجي؟ ويرد لنا 313 يصير منهم. تعرف هذول 313 من صفاتهم؟ يقول في مقبض سيوفهم مكتوب 100 اسم من أسماء الله، أو من أسماء خصها الله على سيوفهم، ففي كل اسم ينفلق لهم 1,000 باب من العلوم، إن شاءوا عرجوا وإن أرادوا زين. هذا أصحاب الإمام الحجة. زين، هذول اللي مو شايفين حرام، مو مثلنا إحنا. لهذا 313 من تدورهم؟ لا، مو بس تدورهم، لو تحدق بتحديقات ويجيبون لك كاشفات. اليوم كم مليار منظومة اكتشفوا؟ مو فوق ال 11 مليار منظومة؟ أكثر من 11 مليار منظومة موجودة في الكون، هاي اللي مكتشفيها ويعددوها. زين، شاهد ان كلنا عرفون، ما عندنا احنا، ما نريد مليار، نريد 313. هذا لما نأتي له قال 100,000. قال وأكثر. قال له اشكثر؟ قال له 200,000 عندي لك. قال له 100,000؟ الإمام يسأل التعجب. قال له مولانا وأكثر من ذلك. قال له اشكثر مثلا؟ قال له 500. لا بل نص العالم.
نص العالم عندك يا وانت مكثور. قال له زين بيك تطلع معي؟ يقول امر على بغلة وحمار اسرجوا لهما. قال له تطلع معي؟ شوية نطلع مثل ما يقول بمكان. طلعوا يقول وصلوا هناك، نزل الامام في عين مي شوية، قام الامام ينظر، قال له شو تشوف منه؟ قال له هذا راعي شاب عنده معيزات، عنده من الجداء زين يرعى صفول عنده. قال له لو كان عندي بعدد هذه الجداء هذه المعيزات الصفول هذني بعددها لو كنت انا اظهرت الحق وقمت. هذا يقول انا عددتهن كم وحده طلعت؟ 17 عدد، 17 وحده ماكو. يقول رجعت لعد نفسي زين، قلت واويلتها، فحتى انا مو من هذا. فاخذ يوصف من يكون معه، جابني وين؟ جابني للحسين. قال لي انت تعرف جدي شلون ثار، وتعرف جدي بعض الاحيان يوقف الرايه ويجون الطين الرايه، يقول لهم لا عندها صاحب يجي. ياهو صاحبها سياتي. ليش؟ لانه حبيب راح يحشم جماعه بلكت يجون يتوفقون بالشهاده وبخدمه ابي عبد الله الحسين. ما اجى احد، او اجى الجيش اصطدمه هو اجى. هذا واحد. واحد اخر سعيد سلام الله عليه يعني. هذا تزوج ليلة عرسه، اخبر الصبح صار يقول جاء، قال بعد امه انا ماشي. طلعت بنت عمه قالت له انا، قال لها انت مطلق؟ قالت لا انا وياك تزوجنا صار عندي طفل. فجاب من عمامه وجماعته اشهدهم في انه زوجتي، فاذا حصل الحمل منها فاني انا ابوه. طلع يقول ما لحق له يغتسل غسل، ما لحق، الى ان وصل الى كربلاء زين، والامام ظل لوحده لحاله. هذه يقولون اخر شهيد من الاصحاب، حتى بعد القاسم استشهد زين. شلون هذا الوضع؟ يا كيان تريد تقيسه؟ يقول له والله اني انتظرك يا سعيد، فاهلا ومرحبا بك، فكيف والدتك؟ يقول له سيدي ومولاي أوصتني أن أسلم عليك وأن أقبل يدك وأن تجعلها من المتشفعين بولاية أمك فاطمة. هناك تقول الإمام لا ينساني زين، هو لا ينسى. شقد إحنا نذكر أمهاتنا بمجالسنا بدموعنا بلطمنا، شقد نروح من هنا وأقبل إيد أمي أقلها ماما جايب هدية من مجلس الإمام الصادق، شنو هاي الهدية؟ أقبل إيدك ولدك تدعي لي دعاء. دعاء الأم لا يرد، إن دعاء الأم مستجاب لولدها. تعال شوف شلون سموه. كم نوع قتل قدموا لعد الإمام؟ في واحد يقول 5، في واحد يقول 3 زين، بعض الأحيان يقول من جملة الأشياء قتل السيف. قال لعد واحد من سيافينا أنه إذا دخل وأقول لك اضرب عنقه، فما صارت هذه زين. جابوا جماعة من العجم، العجم كل واحد ما يكون عربي، تركي وهندي وبلوشي وفارسي وكلهم هذول، يقول جهزوا مجموعة فخدمهم. قال لعد الترجمان الدوانيقي، قال لعد الترجمان فقل لهم يضربوه إن دخل عليه. يقول دخل الإمام سلام الله عليه وإذا بهم يتعاووا كلهم يعوون، هذا ما يريد أدخلها شو معنى يتعاوون. دخلوا على الإمام كلهم ربضوا وأيديهم وراءهم، ذبوا السيوف وديهم هيك لزموها. هاي أكو عادة يعني سيدي، مو بس نخلي دينا هيك، لا احنا مكبلين من وراء، انت اشتامر علينا احنا بخدمتك. سامع هاي الرواية؟ يقول وثنوا ركبهم على الارض ويهمهمون بلغتهم. قال لعد الترجمان هذا خاف الدوانيقي، قال له لك لا يقومون علي انا، قلهم ما بكم؟ قالوا ويحك ويلك، اتريد ان نقتل سيدنا ومولانا؟ قال من اين تعرفوه؟ قالوا في كل يوم يتفقدنا نحن وعوائلنا،
فوالله ما رأينا شمسا ازدهرت علينا إلا وكان مطلعها، وما غربت إلا وكان جلبابها. هو اللي يغطي الشمس علينا، هو جلباب إنا، إحنا نقتله. أعوذ بالله، شرد عليهم. قال أردت أن أمتحنكم. مو خبيث هذا؟ زين، هذه هم ما صارت. لكن أكو مصيبة أخرى. يقول قالهم النار، أول قالهم الغرق، هدموا حفروا حول الدار وحطوا بها ماي حتى تهدم عليه، ما قدروا، ما صارت، كل الناس تجي وتروح. قالهم الحرق، ولي داخلك بالحرق وين؟ هذا الحرق مصيبة مصيبة. يقول هجموا داخل الدار، مو برات الدار، اسمعني حبيبي، داخل الدار هجموا بالحرب، كل واحد وشيله شدة حطب. انت تعرف السيدة زهراء كم واحد دخل بالحطب عليها؟ تعرف يقولون ولقد ركلها اكثر من 350 واحد. شايف ايش؟ انا ما ادري، انا ما شايف هاي الرواية، لانه عزيز من اعزتي، استاذ من اساتذتي، قل لي شيخنا السيدة زينب لما اجت على الحسين، زين، لما اجت على الحسين وكان وجهها مبضع. سامح هاي؟ ها؟ شلون مبضع؟ يقول كل وحدة من بناته الزهراء تضرب تجي هي تيفيف عليها، وكل وحدة اللي تنضرب تجي هي بوجهها تستقبل الضربات. لكن أكثر الضربات اللي صارت وين؟ لما هجموا على الحسين. يقول هي غطت هاي السهام الشائكة في جسمه الشريف بضعتها، لكن يقول اللعين أمرهم بالضرب عليها، فبالصياد تضرب وبعد بشنه بالسيوف. ها؟ يقول فجرح وجهها. شو تقول له فداك؟ الإمام الصادق شو يقولون؟ يقولون لما دخلوا فتفج جماعة، أكو رواية لحالة كان بالبيت، وأكو رواية أخرى يقول مجموعة من أصحابه كانوا في بيته. هذول الجماعة يقول لما هجمنا فما رأينا إلا والنار اندلعت في الدار، من الشباب يقزتوا الحطب وعلقوا. يقول ركضنا لنطفئ النار، يقول لكن غاب عنا الإمام راكضا حاسرا. شي يقول الإمام؟ يقول الله الله اللهم إنك تعلم أنا ابن فاطمة، اللهم إنك تعلم أنا ابن أمير لكن أكو كلمة. هذا واحد من الخدام قال بأمير راد من الشيخ يقرأ اليوم على العباس، وما توفقنا نقرأ نسمع الشيخ سماحة الشيخ. يقول لكن هاي الرواية هاي المشيدة بالقلب تصيب. يقول لكن في لحظة نسمعه وهو يقول من أنا وعمي العباس، أنا ياهو وعمي العباس، شفي للحرام يا ابا شفي للحرام، يا وانا يا ابو انا يا ابو يا عمي العباس، والله انا يا ابو يا عمي العباس، شفي للحرام والله راعي الباس، راعي الباس طلع وأطفأ النار. يقول رأيت بناتي وأطفالي يفرون من حجرة إلى حجرة ومن غرفة إلى غرفة، شافوا ماكو مآل ماكو مجال، جاءوا إلي هذا يحتضنني وهذا يلوذ بجنبي. قالوا له مولانا هذه النار اللي اندلعت في باب أمك فاطمة، هذه النار اللي اندلعت في مخيم الحسين،
قال لا تذكرت عماتي حينما أحرق عليهن الخبايا بمن كن يلدنهن والأطفال وليس من حماتهن حميم ولا من أوليائهن ولي تقل لي عباس خويا راح الحجاب يا عباس خويا رايح الحجاب الحجاب ودخلان خويا بمجلس جناب يا اي والله ودخلان خويا بمجلس جناب خويا القلب من المصايب قلبنا ذايا بذاب دقعد وشوف النظر من عاب يا اي والله دقعد وشوف النظر يا الإمام الصادق هذا باكر أقول لك شلون سموه يقول دخلوا عليه الأصحاب دخلوا عليه لكن من أطفاله إجوا يقول إجا طفل قام لحظة يقبله ويستنشقه ويشم حيل قلنا له سيدي من هذا ليش هذا شلون قال في صفايا الجد الحسين يقول شلون جابوا إلي جابت وحدة من بناته أو وحدة من إمائه جابت لهذا الطفل أخذه ويلثمه ويقبله يقول لما لثمه قبله وضعه في حجره يمسح على رأسه وهو يقول يا عم يا أبا الفضل كنت خجلا من أن ترجع مع أبي عبد الله إلى الخيام منين يا عم انت خجلا والله منين والله منين يا عم يا انت خجلا شوف شلون تنغمر يا والله يا عم الحرام شوف شلون يا انت يا انا شو تقول له زينب تقول له اخويا اخويا تقعد يا والله وشوف الدموع وعاين الراس الراس اللي جابوه يذكره حتى يزيد يذكره حتى اللعين مروان يقول ما رأيت رأسا كهذا لما دخلوهم المجلس تدريش يقول هاي الرواية اللي يرويها الإمام يقول كيف لا أروي عن رأس عمي وحينما كان في مجلس يزيد يقول قام طفل بعد صبي عمره 7 سنوات 8 يقول صرخ بالمجلس وكان من بني أمية هذا يقول قالوا ما بك قال مالي كل ما رأيت أنتم هذه المرأة أو الأطفال تحرك هذا الرأس قال له رأس الحسين رأسك يا أخوي يوم شفته يا والله رأسك يا خويا يا مشاب والله تلعب عصيصي يا
تلعب عصي زيد على شبت على شبت ذاك الوقت وجهي ذاك الوقت والله ذاك الوقت وجهي لطمت يا أي والله ذاك الوقت يا أي وجهي لطمت يا أخول مثلك عايف اخت يا أخوي يا أي والله يا أخل مثلك عايف اخت اللهم بفاطمة وشيخنا شيخ طارق تفضل اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا أبدا لتعجيل ظهور ولي أمرنا اللهم أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد واكحل نواظرنا بنظرة من إليه عجل فرجة سهل مخرجة أوسع منهجة جعلنا من أنصاري وأعواني وأتابعينا والمستشهدين بين يديه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي اكشف السوء عنا والبلوى وخاصة عن عراقنا الأليم عن عراقنا الحزين عن عراقنا في هذه الأيام اللهم اكشف عنا السوء والبلوى بحق سيدنا ومولانا صادق آل محمد وإلى مما تعالى الولاية لقضاء حوائجنا تعديل أمورنا ظهور ولي أمرنا حفظ مقدساتنا في النجف في كربلاء في الكاظمين في سامراء في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين في كل مكان وإلى روح المرحوم الحاج منتظر صالح والد الحاج علي صالح إلى روحه وأرواح مما تعالى الولاية بالرحمة والرضوان سائلين المولى سبحانه وتعالى تعجيل ظهور ولي أمرنا وقضاء حوائجنا وقبول هذه الخدمات وهذه الأقدام التي حثت وجاءت وتوصلت إن شاء الله وصلت إلى مشاركة هذا العزاء الصادق الجعفري فبالنبي وآله إلى أمواتكم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوغة للصلاة على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثانيا غفر الله لكم اللهم صل على محمد وعلى محمد على محبة جعفر الصادق الثالثة بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وعلى محمد وتوين جعفر يا إيه ها وتبكي ويانا وتنوح الزكية يا وتبكي ويانا وتنوح الزكية حزننا حزننا يا بمذهب على المذاهب نصر حزنا ونحز السيف ابد ما يوم حزنا الك يعلن قلبنا بشراف حزنا يا صادقنا ونعزي الجعفرية صلوا على محمد وآل محمد ما ننساك يا مسموم ما ننساك إيه؟ يا مسموم ها ما ننساك يا مظلوم ما ننساك يا مظلوم
آه من ينساك يا مسموم، من ينساك ها قلبي عليك يجري دموم، من يا مسموم آه من ينساك يا مسموم، شوكيت أقرأ بضريحك وين عيا جعفر وصيحي بصات عالي منار تقي المنبر. هذا النص أغاتي. شوكيت أقرأ بضريحك وين عيا جعفر وصيحي بصات عالي منار تقي المنبر. شوكيت أقرأ بضريحك وبجليك دموم من عيني وصب دموع عيا مسموم، وبجليك يا جعفر من قلب معلوم أصاب الروح حقي اللي شلون وتصبر. شوكيت أقرأ ضريحك وط في هاي النار المشتعلة بدليلي ويل دمع مدرار، وخلي الناس تلطم لك ليالي نهار يا مصدر شيعتك وين نعم مصدر. شوكيت أقرأ ضريحك وين حبيب عبره وظل خادم إليك يا موجة الزهرة، علم صعبك أنوحي وأب شبعي الحاضرة وقول اللي سقيت ساي يدي أثمر. شوكيت أقرأ ضريحك وانزفان دموع لخادم الحسين الشاعر المخلص رياض الرسل. شوكيت أقرأ ضريحك وانزفان دموع بالحاضرة وضوسني نكل هشموع، هو اقرب صوت عالي سيدي ومسموع، ولا اتمنى انا ابقى وكلي وعمري. شوكيت اقرأ بضريحك واطفي نار حشاي واشكي لك يا جعفر من ظلم دنياي، واجيب المخ لصين الشيع عكي الهوياي تتمنى ضريحك شيعتك تحضر.
يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ونطيعة لجلك إحنا نردد صحنا ما نخلف أمرك ونطيعة. نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله عليك يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ونطيعة. يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ها لجلك احنا نردد صحنا ما نخلف امرك. هلا هلا يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف امرك ها يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ها لجلك إحنا نردد صحنا ما نخلف أمرك ها يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ونطيعة. يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ها لجلك إحنا نردد صحنا لجلك إحنا نردد صحنا ما نخلف أمرك بعد وحدة يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ها لجلك إحنا نردد صحنا لجلك إحنا نردد صحنا ما نخلف صوتك ضلع عايش يا جعفر صرخة وعاشب كل وجدان صرخة وعاشب كل ها لن صوتك أثبت للعالم صوت الحق صوت الإيمان صوت الحق صوت ها والمجد لشيئتي بصبرك من اتولد كم إنسان من ها وعيون التاريخ تشاهد وتبرهن للحق برهان ها انت الحجة العاشت بيني وثبت أركان الدين انت الحجة العاشت بيني وثبت أركان الدين صبطي الهادي كلها تنادي ما نخلف أمرك وين هلا هلا ما نخلف يا جعفر يا جعفر يا صاتش اي ما نخلف أمرك وين يا جعفر يا صوتك صوتك ما نخلف أمرك وين ها
لجلك احنا نردد صحنا، لجلك احنا نردد صحنا. يا جعفر نهجك ظل حجة والإسلام دوم يدور، ناضلت بمذهب للعالم ردت يشوف نور النور، فقدك مثلي سيف يقاتل ويكمل منهج عاشور، ويكمل منهج عاشور. ضحيت انت بكل ما تملك قدمت لروحي ومسرور، قدمت لروحي واحنا على المنهج ممشانة، ويبارك ربك مسعانة، صافي المرضى نحكي ونسمع ما يخلف أمرك جواب، ما نخلف أمرك يا جعفر، يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك، يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك والطيعة، لجلك إحنا ما نخلف يا العايش بالروح وثابت، يا الحبك يسري ويدمان، نتمسك بالمنهج كله يا جعفر حبك خلانا، يا جعفر حبك هو انت الصوت الهز العالم، هو للدين مثبت اركانه، هو للدين برهانك بالدم طبقته، برهانك واضح برهانه، برهانك واضح لجل الدين ضحي بروحك، ما تنعد والله جروحك، صوت احبابك صيح بابك، ما نخلف أمرك ونطيعه، ما نخلف يا جعفر، يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ونطيعه، لف أمرك لجلك إحنا ردد، لجلك إحنا ردد ما نخلف، ما نخلف ثابت إيمانك والعالم يشهد لك وبحبك ذايب. لخادم الحسين الشاعر المخلص رياض الرسل. ثابت إيمانك والعالم يشهد لك وبحبك ذايب،
واحنا نطبق نهجك احنا ونطيعك يا جعفر واجب ونطيعك يا بعد ها ونطيعك يا جعفر من عاشور لاعب قلبك وتمهد للمهدي وحاسب وتمهد للمهدي يا اخي الثار العترة بسيفه من ربك يأذن للغايب من ربك يأذن للغايب باكر والغايب من يظهر يطبق كنا جاك يا جعفر احنا نسمعك كنا نتبعك ما نخلف أمرك ونطيعك ما نخلف أمرك ونطيعك يا جعفر يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ونطيعك ها يا جعفر يا صوت الشيعة ما نخلف أمرك ها لجلك احنا نردد صيحنا لجلك احنا نردد صيحنا ما نخلف امرك ونطيعه ما نخلف امرك ونطيعه بعد بعد ما نخ بارك الله بك بارك الله بك اسمعني بارك الله بك مأجور وموفق لكل خير يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي نور عيني يا يا حبيبي أنا ما أنسى الحسين وهو دام الودجن يا حبيبي يا حسين والله أنا ما أنسى الحسين وهو دام الودجن يا حبيب يستور المذاهب ناح على اللي أساس يستور يستور المذاهب ناح على اللي أساس يلدستو وناحي الموت لي مصابة وحتى السيد يروي الكافور وحتى السيد يروي الكافور
كل شي يبل ويجوي ودين وح أرضي وسي ما يوحي التريح وتنعي القبلة والمحراب وحتى التربة والتسبيح ناحي القلة مناحي اللوح وحتى العرش دمع يسيح حي يومي ينطيعه مؤسس مذهبش خل نفزع التشيعه ودي يعجع فاري الصادق وقبري بكل قلب محفور وقبري بكل قلب محفور أصحابه وأهل بيته شيعه بدمع سيتشعب وصلى على الناعش موسى لما وقفت الأصحاب واستوهب ليحيد قبره واستوهب لحيد قبره وهلوا على العزيز تراب وهلوا على ونصبوا مأتمي الفقدة وكل من دمعيت بخد على اللي سميم وشابده ظل كل الهوي جودي نوح ظل كل الهوي جودي نوح وينعاهب قلب مجمور وينعاهب قلب مجمور وينعاهب يا خادم خادم إلك إلى خادم الحسين عمار العيساوي لكن عندي سؤال اليوم رغم شابدو ألا يمسم على الفوق التروب مطروح على الفوق التروب مطروح ثلاثتي يا مظل جسمه ثلاثتي يا مظل جسمه يعاري وبهجير الحر من هو اللي حيظهر يمه هي من هو اللي حيظهر هلا ما حد غسله وشاله وما حد لم لا ما وصاله